للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من معبر رفح رمضان المطعاني مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك رمضان، مزيد من التفاصيل والأخبار حول تصريحات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والتي أشارت هذه التصريحات إلى أن المساعدات الإنسانية انخفضت بالفعل بمقدار الثلثين منذ بدء الاحتلال عدوانه على رفح الفلسطينية، وتزايد في الفترة الأخيرة. إليك رمضان. نعم، يعني تنسيق مكتب هيئة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة وكذلك الأونروا وهذه التصريحات التي كانت أيضا على مدار الأيام الماضية، ولكن تصريح اليوم الذي قال أن 67% هو انخفاض في نسبة المساعدات الإنسانية هو أمر طبيعي بعد إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي وسيطرتها على الجانب الآخر من معبر رفح من الناحية الفلسطينية. وحتى على الرغم من أن مصر قامت بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية على أن تكون المساعدات أن تعبر عبر معبر كرم أبو سالم، وتمسكت بموقفها وعدم عبور المساعدات من خلال التنسيق مع قوات الاحتلال الإسرائيلية وسلطاته، حتى هذه اللحظة نتحدث عن 187 شاحنة مساعدات اليوم عبرت إلى معبر كرم أبو سالم. الشاحنات منذ دقائق ما زالت يعني تخرج من هذه البوابة التي من خلفي منذ ساعات، منذ قرابة الساعة، أي أن هذه الشاحنات أفرغت الحمولة الخاصة بها بعد ما مضى قرابة 7 ساعات على دخولها معبر كرم أبو سالم. هذا التعنت من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في معبر كرم أبو سالم في إبطاء عملية تسليم المساعدات على الرغم من شح هذه المساعدات مقارنة بالأيام الماضية. نحن نتحدث عن هذا اليوم الخامس الذي وصل إلى 187 شاحنة مقارنة ب يعني 400 شاحنة كانت تدخل إلى قطاع غزة قبل توقف عمل المعبر من الجانب الفلسطيني جراء سيطرة جيش الاحتلال. هذه الأرقام وما وصلنا إليه الآن، يعني نتحدث عن أكبر الأيام التي تلقى فيها معبر كرم أبو سالم شاحنات، كان 194 شاحنة، وهذا كان في اليوم الرابع. اليوم الأول استقبل معبر كرم أبو سالم 156 شاحنة، أما اليوم الثاني كانت 154 شاحنة، واليوم الثالث هو كان أقل هذه الأيام بنسبة 123 شاحنة مساعدات. ليس هذا الأمر فحسب، وإنما أيضا كانت في الأيام الماضية رفض بعض هذه الشحنات والمساعدات، هذه الشاحنات التي عادت للتو من معبر كرم أبو سالم بعدما أفرغت الحمولة الخاصة بها، وهذه يعني الشاحنات التي تحمل ما بين 15 طن إلى 20 طنا من المساعدات الإنسانية. هذه النسبة الكبيرة التي على مدار الأيام الماضية والأربع أيام الماضية، هذه الشاحنات أوصلت إلى قطاع غزة ما يزيد على 12,000 طن من المساعدات الإنسانية بخلاف هذا اليوم. إذن هي التصريحات التي أيضا أتت منذ قليل من وزارة الصحة الفلسطينية، والتي ناشدت المؤسسات والهيئات الدولية بالتدخل لفتح معبر رفح لاستقبال العديد من الشاحنات وعودة يعني حركة وسرعة وكمية المساعدات مرة أخرى إلى قطاع غزة الذي يعاني أصلا على المستوى الصحي من شح هذه المستلزمات والأدوات الطبية وغيرها في الأيام الماضية، وخاصة مع تدهور هذا الوضع الإنساني والصحي داخل قطاع غزة جراء شح هذه المساعدات. حتى بعد يعني وكانت الولايات المتحدة الأمريكية بعدما أعلنت خروج الرصيف البحري في غزة الذي دشنته في الأسابيع الماضية عن خروجه من الخدمة وإعادة إصلاحه مرة أخرى. إذن نحن أمام هذه التصريحات التي تشير إلى أن المعابر لا غنى عنها نظرا للكميات الكبيرة التي تستوعبها هذه الشاحنات على مدار يعني الأيام الماضية لليوم الخامس على التوالي. حتى وإن كانت هذه الشاحنات على رغم قلة عددها جراء تعنت قوات الاحتلال لاستقبال عدد من الشاحنات الكبيرة، ولكنها ذات جدوى عن الرصيف البحري. رمضان، يعني من خلال حديثك مع سائقي الشاحنات بالتأكيد، لأن جاء ذلك في رسائلك الماضية والسابقة عن الإجراءات التفتيشية لهذه الشاحنات حول أو عبر دخولها من المنافذ البرية. نعم، يعني هناك مشهدين رصدناهما من خلال يعني مرافقة هذه الشاحنات إلى معبر كرم أبو سالم. المشهد الأول هو أن ساعات الانتظار العديدة والكثيرة
من أمام معبر كرم أبو سالم حتى دخول هذه الشاحنات إلى البوابة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي. يعني المساعدات تتحرك من هنا بتوقيت القاهرة في السادسة صباحا في ساعات الصباح الأولى حتى يكون هناك دخول وتدفق للمساعدات بصورة أسرع وأكبر في قطاع غزة. تقف هذه الشاحنات أمام معبر كرم أبو سالم قرابة 3 أو 4 ساعات حتى يسمح لها بالدخول، وعند الدخول عندما تصل الشاحنة إلى البوابة الأولى من بوابة كرم أبو سالم ويتم هناك بعض الإجراءات الإدارية الخاصة بهذه الشاحنات والحديث على الحمولة الخاصة بها وتدوين وتسجيل ما تحمله، أيضا هذه تدخل في قرابة نصف ساعة. تتحرك هذه الشاحنات إلى داخل معبر كرم أبو سالم ثم بعد ذلك تتعرض لعمليات أو تتم عمليات التدقيق والمراجعة من قبل سلطات الاحتلال. هذا أيضا يأخذ قرابة الساعة أو الساعتين لكل شحنة نظرا لتفريغ هذه الحمولة يدويا على الأرض، ثم بعد ذلك يقومون بتعبئتها مرة أخرى، ثم بعد ذلك يتم تسليمها للأمم المتحدة ويتم تفريغ هذه الشاحنات مرة ثالثة أخرى في يعني الشاحنات الخاصة الشاحنات الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة. إذن هو مشهد يرسمه الاحتلال سواء على المستوى الإنساني واستخدام هذا الملف الفلسطيني الإنساني إلى جانب هذا الملف العسكري في تعقيداته وإبطاء سرعة دخول المساعدات. نعم، إذن من معبر رفح رمضان المطعاني مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك.